السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معادنا مع درس جديد هنتكلم فيه عن طريقه رسم العين بالفحم. طبعا الطريقه ان شاء الله مش هتكون صعبه خالص، انا بختار لكم اسهل طريقه ممكن نرسم بيها واسهل الوسائل اللي ممكن نستخدمها. بس قبل ما نبدا بفكركم تعملوا لايك للفيديو ده وتكتبوا في الكومنتات اي درس انتم محتاجين ان انا اعمله، وان شاء الله في الدروس اللي جايه هبدا انفذ الدروس دي بالترتيب، وباذن الله مش هخلي لكم اي حاجه محتاجينها. وطبعا بالنسبه لدرس الالوان اللي كلمتكم عليه انا مش ناسيه، انا بس مستني شويه لما القناه تنشط، لان هيكون حرام جدا ان انا اعمل درس الالوان ده وما الاقيش التفاعل اللي انا متوقعه. فاحنا نستنى شويه بس كده لغايه ما الناس تنشط معانا وتبدا تعمل لايكات كده واحس ان في حضور، وان شاء الله اول ما احس بكده هبدا اعمل درس الالوان، هو مش هاخد وقت مني ان شاء الله. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وهسيب لكم تحت اللينكات البيج بتاعتي على الفيسبوك والاكونت في الديسكريبشن بوكس، ادخلوا تابعوني، واي حد محتاج مني سؤال او اي حاجه ممكن يكلمني على البيج بتاعتي هرد عليه ان شاء الله. يلا بقى نبدا عشان ما اطولش عليكم. زي ما انتم شايفين يا شباب، انا كل اللي انا عملته لغايه دلوقتي اللي انا خلصت الاوتلاين وبدات امسك قلم الفحم. انا بفضل استخدم قلم فحم سوفت عشان اقدر ادرج بيه واسيح بيه، يديني باودر ويكون سوفت معايا ناعم. كل اللي انا عملته ان انا حددت الجفن اللي فوق بقلم الفحم وسويت النني بتاع العين او البؤبؤ ايا كان مسماه عندكم يعني. طبعا انا شغال على ورق كانسون رمادي مش ورق ابيض لو تلاحظوا، وده بيساعدني ان انا استخدم مثلا قلم باستيل عشان اعمل اضاءه بتاعت العين او البياض بتاع العين. طبعا لو انا شغال على ورق ابيض مش هحتاج الخطوه اللي هي بتاعت الباستيل اللي انتوا شايفينه ده. فبالتالي كل اللي انا عملته ان انا حددت الجفن اللي فوق وحددت النن بتاع العين. طبعا اجزاء العين احنا اتكلمنا عليها في الدرس بتاع رسم العين بالرصاص، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت وشوفوه برده هيفيدكم جدا. بدأت اجيب ودانة، وطبعا الودانة دي يا جماعة انا هعمل لكم عنها ان شاء الله درس مخصوص، لان الودانة تعتبر من السلاح السري لاي رسام بصراحة يعني. انا ما بستغناش عنها في استخدام الفحم خالص، زي ما انتم شايفين كده انجزت معايا جزء قد ايه في يدوب ما كملتش سنتين او ثلاثة. كل اللي انا بعمله انا خدت جزء او يعني زي ما بيقولوا هبابة من الفحم حطيتها على الورقة وبدأت اخد من الورقة بطرف الودانة وسيح بيها، لان طبعا انتوا مش محتاجين اقول لكم ان انا لو خدت بالودانه من الغطا اللي قدامكم ده على طول هيبهدل الدنيا، يعني هاخد كميه كبيره جدا ابص الاقي الدنيا اسودت خالص، فده مش صح. كل اللي انا بعمله ان انا خدت لحسه كده بالفحم وحطيتها على الورق وبدات اخد من اللي انا حطيته على الورق. لو قابلني خط اسود زي التانيه اللي بتكون فوق العين دي، طبعا كلنا عارفينها، اي حد طبيعي طول ما العين مفتوحه بيكون في التانيه دي، مجرد ما العين بتغمض التانية دي بتختفي خالص. طبعا زي ما انت شايفين التانية دي لونها في الصورة الاصلية اللي في الموبايل اسود داكن، فطبيعي مش هعرف اعملها بالفحم بس بالباودر بس، فطبيعي كان لازم ادخل قلم السوفت زي ما انت شفتوا، وهبدأ بعد ما عملت بالقلم السوفت اخد باودر تاني واسيح عادي بالودانة. طيب اللي مش حابب يستخدم الودانة دي او بيحس لها رزلة معاه، طبيعي مش كلنا هنرتاح في نفس الاسلوب او في نفس الطريقة، ممكن استخدم ايه كبديل الودانة؟ طبعا في ناس كتير بتستخدم قلم التسيح، طبعا كلنا عارفين اللي هو بيكون عبارة عن ورق مضغوط، دي برضو حاجة كويسة مش وحشة. وفي ناس بتستخدم الفرش بأحجامها المختلفة، يعني منطقة زي العين دي هستخدم فيها الفرش الصغيرة، وفي درس انا اتكلمت عنه عن الفرش، يعني درس كامل اتكلمت عن الفرش وقلت احسن نوع فرش ممكن نستخدمه، وفي درس كامل استخدمت فيه او طبقت فيه بالفرشة في بورتريه كامل من البداية للنهاية، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت. ما تفوتوش الدروس دي يا جماعة، عشان بجد لو تابعتوا كل الدروس اللي انا عملتها في الفحم مش هتطلعوا ناقصين اي معلومه في الفحم، وده وعد مني انا ما بقولش اي كلام، وطبعا انتوا جربتوا ده في الدروس اللي فاتت. بس نرجع لكلامنا، زي ما انتوا شايفين طبعا هي العين هنا بسيطه مش كبيره، فمش محتاج ان انا اشرح كتير، انتوا يا دوب شايفين. اي جبت الفرشه، الفرشه دي طبعا ماركه الوان كانت نزلت فتره وخلصت، الفرشه دي ممتازه ممتازه جدا، ما بقتش موجوده دلوقتي للاسف للاسف يعني. اهي الفرشة الصغيرة اللي كنت بكلمكم عنها، ده الحجم الصغير. طبعا ده هيفيدنا لانه منطقة العين حجمها صغير جدا، فمش عارف ادخل الفرشة الكبيرة بشكل سلس معايا. تعالوا نسرع الفيديو شوية بقى ونشوف النتيجة كده.
زي ما انتم شايفين يا شباب، ده النتيجة بعد ما خلصت الدرجات. طبعا لون العين البياض بتاع العين ما سبتوش ابيض زي ما هو، اديته لون برضو، ما فيش عين بتصاب ابيض. دلوقتي دخلت في الحاجب، الحاجب في الصورة الأصلية برضو زي ما انتم شايفين مليان ظل، فمش باين فيه الشعر قوي. همسك القلم السوفت، طبعا سنه مبري كويس، ببدأ اعمل شعر الحاجب عادي ما فيهوش اي فكرة. شوية نتشات بسن القلم في اتجاهات متداخلة، لان طبعا عارفين حاجب الراجل بيكون مختلف عن حاجب الست شويه، ممكن حاجب البنت بيكون تحس ان هو متسرح او في اتجاهات واحده. حاجب الراجل غالبا بس مش اساسي، بتكون عشوائيه، اتجاهات عشوائيه، ما بيبقاش متسرح بمعنى صح. يعني هي دي طبيعه الراجل، في فرق بين طبيعه الست وطبيعه الراجل. زي ما انتم شايفين ببدا بقلم الفحم اضغط على اللون الاسود بحيث العين ما تكونش باهته معايا. اراجع على الدرجات الغامقه، طبعا انا دايما بنادي وبقول يا جماعه نهتم بالدرجات الغامقه، ويمكن دي اكتر حاجه بتتعبني مع الطلبه بتوعي في الكورس في الاكاديمي. بفضل اقول لهم غمقوا غمقوا، فطبعا الموضوع ده بيتعب نفسيا يعني. زي ما انتم شايفين بقلم السوفت، طبعا انا حاطط لكم الموبايل جنب الصوره بالظبط عشان تبداوا تقارنوه معايا كانكم شغالين معايا بالظبط. الموضوع مش صعب، بالراحة خالص بهدوء، معايا ودانتي ومعايا فرشتي ومعايا القلم. نزلت تحت، طبعا انا مش هكمل البورتري كله، انا بس بعمل جزء العين ده عشان يبقى واضح شوية. دي الظل اللي بيكون تحت العين، او الحتة الغامقة شوية اللي بيكون تحت العين، كلنا عارفينها طبعا. واحد يقول لي طب ايه الفرق بين الفرشة الصغيرة اللي انت بتستخدمها دي والودانة؟ هقول لك هو مفيش فرق والله، بس انا بحب وانا شغال انوع. يعني ممكن الودانة بتكون التحكم فيها اسهل شوية او احسن، الفرشة التحكم فيها بيكون الشعر هايش، فبالتالي بستخدمها في مناطق واسعة اكتر، يعني مش في مناطق ضيقة. انتوا لازم تجربوا برضو ده وده، يعني تجربوا الودانة وتجربوا الفرشة وتشوفوا النتيجة اللي هتطلع معاكوا، وتشوفوا احسن طريقة بالنسبة لكم تستخدموها. تعالوا نجرب شوية بقى ونشوف هنعمل ايه في العين التانية. برضو تقريبا العين دي تعتبر خلصت كده مع بعض الدرجات، بس ببدأ اضيف الغوامق زي ما انتوا شايفين بحيث تبقى واقعية أكتر، لأن لو سبتها باهتة مش هتبقى حلوة خالص. كده يا شباب زي ما انتم شايفين احنا خلصنا العين الشمال، هنبدأ نخش في العين اليمين. نفس الخطوات اللي عملناها في الشمال، ببدأ احدد الجفن والبؤبؤ او النني زي ما بتقولوا عليه، بحددهم مظبوط بحيث ان انا الدايره بتاعت النني ديت ما تبصش، لان في ناس وهي بتحدد بالفحم بتبوظ الدنيا خالص. بعد كده ببدأ اسود، معلش الترابيزه بترقص شويه مني، هبقى اثبتها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هبدأ اسود النني بالسوفت عادي. طب ليه انا بستخدم السوفت؟ لان السوفت زي ما احنا متفقين واتكلمت عنه في درس الفحم، السوفت بيكون ناعم اولا، ثانيا بيطلع لي بودر، ثالثا بيبقى لونه داكن جدا زي ما انتم شايفين كده، مبيبقاش باهت. طبعا الناتشرال في المريس بيكون باهت شويه، السن القلم ماسك نفسه بيكون باهت شويه. الهارد بيكون ناشف جدا ولونه ابهت بكتير من السوفت، تمام. فزي ما انتم شايفين نفس الخطوات اللي عملتها في العين الشمال هعملها في العين اليمين. فتعالوا نسرع بقى الفيديو دلوقتي عشان ما يطولش معانا الوقت بس ونزهق. وانا بسرع برضو، مش هسرعه قوي بحيث ان انتوا تلاحظوا وانا برسم ازاي، وهنشوف النتيجة في الاخر ان شاء الله.
بكده شباب زي ما انتم شايفين نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. طبعا انا كل اللي هعمله هبدأ بقى اوزع باقي الظل على البشرة وادمج العين مع المناخير مع القورة مع الخدين واكمل البورتريه عادي بالطريقة اللي احنا عارفينها. اللي عايز يشوف درس رسم البورتريه كامل هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت، وهستناكم تعملوا كومنت بالدرس اللي انتم محتاجين لي انا اعمله، وان شاء الله هنفذه لكم في الايام اللي جايه. واتمنى اكون وفقت في الشرح دوت واستفدت ولو بمعلومه بسيطه، ويا رب تفتكرونا بدعوه كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.